بيان الجيش الوطني الليبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أثارت خريطة الطريق التي دعا إليها اللواء السابق خليفة حفتر، وتضمنت تجميدا لعمل المؤتمر الوطني وتشكيل هيئة رئاسية تتولى شؤون الحكم حتى تنظيم انتخابات جديدة، أثارت زوبعة في بلاد مثقلة بالمشاكل والاضطرابات. فالرجل الذي ظهر في تسجيل صوتي يرتدي بزة عسكرية كان حليفا للقذافي في وقت من الأوقات، لكنه انشق عليه بشأن الحرب مع تشاد في الثمانينات من القرن الماضي، ثم عاد ليكون شخصية بارزة في انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بنظام القذافي. طيب، المؤسسة العسكرية والجيش الليبي منقسم على نفسه في وضع ضعيف جدا أمام القوة المتنامية للميليشيات. من ما نعلمه من الليبي منذ فترة أن خليفة حفتر كان ينوي على الأقل أخذ نام المبادرة والقول بأن ضعف الحكومة وضعف الأداء الحكومي وقوة الميليشيات تعيق ليبيا، وبالتالي لابد من العسكر أن يتدخل. دعوة حفتر وجهت بانتقادات عنيفة من داخل الحكومة الليبية، فرئيس الوزراء علي زيدان نفى وقوع انقلاب، مؤكدا أن الموقف تحت السيطرة، ومصدرا الأوامر إلى وزارة الدفاع باتخاذ الإجراءات بحق اللواء حفتر. إجراءات وزارة الدفاع تمثلت في إصدار مذكرة اعتقال بحق حفتر باعتبار أن ما قام به غير شرعي. الجيش الليبي بالكامل هو في حالة طوال وحالة نفير منذ عدة أيام، وهو الآن يعني يباشر أعماله حسب ما هو مطلوب، وأي تحرك لتحركات مشبوهة سيكون الجيش الليبي وقوة الثوار التي تعمل تحت رئاسة الأركان يعني. ومنذ سقوط معمر القذافي تضرب الفوضى بأطنابها في معظم الأراضي الليبية، ويهيمن الاضطراب الأمني على المشهد العام. فالميليشيات المسلحة تهيمن على مناطق متعددة وتفرض سطوتها في وقت لم تتبلور فيه بعد مؤسسة عسكرية وطنية. وقد شهدت الآونة الأخيرة تصاعد حدة التوترات السياسية بعد انتهاء ولاية المؤتمر الوطني العام في 7 فبراير شباط، إلا أنه قام بالتمديد لأعضائه والسماح للجنة خاصة بإعداد الدستور، وهو ما أثار حفيظة تيارات سياسية متعددة. سعد الدوسري، BBC.